الحمد لله على نعمه الظاهرة، حمدا يعيد كفار القلوب عامرة، ونقر له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة، ونصلي ونسلم ونبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تجلب لنا صلاة إلى عاشرة، وعلى آله أولي المناقب الفاخرة، وصحبه ذوي الفضائل المتكاثرة، وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الآخرة، اللهم اجعلنا منهم آمين. أسأل الله في تلك الأيام المباركات أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يجعلنا ممن يقيمون رمضان إيمانا واحتسابا. يقول الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون. أشار علماء التفسير قديما كالرازي والطبري والقرطبي استنباطا من الآيات أن الشمس كالأرض كغيرها من الكواكب في حالة حركة وتسبيح وتجول وتصول في الفضاء وسباحة دائمة في مدار خاص بها. لما العلم تطور قال أهل العلم من العلم الحديث وليس أهل العلم الشرعي إن الأرض والكواكب تدور حول الشمس، فقلنا كذبتم والله، إن الشمس تدور لمستقر لها كما قال القرآن. فقالوا إن الشمس ثابتة وكذب القرآن، فقلنا صدق الله وكذب علمكم. وفي منتصف القرن التاسع عشر يكتشف العالم الإنجليزي ريتشارد كارينغتون أن الشمس تدور حول نفسها في مدار خاص بها في فترة زمنية تقدر ب 28 يوم و6 ساعات و43 دقيقة. الشمس تدور حول نفسها في فترة زمنية ب 28 يوم وكسر، وذلك عرفناه من خلال تتبع بقع السوداء التي في الشمس. بقع سوداء ظاهرة في الشمس تتبعوها، فوجدوا بقعة تتكرر أمامهم كل 28 يوما وبضع ساعات، كما جاء في وكالة الفضاء الأمريكية، بل إنه جاء في الموسوعة الأمريكية أن الشمس تجري بسرعة 220 كيلومتر في الثانية. 220 كيلومتر في الثانية، وبالرغم من تلك السرعة الجبارة الفائقة فإنها تدور حول مجرتها كل 250 مليون سنة. بتجري بسرعة 220 كيلومتر في الثانية وبتلف الدورة الكاملة حول المجرة بتاعتها كل 250 مليون سنة، ومعها 100 بليون نجم كشمسنا والشمس التي في مجرتنا وأكبر منها وأصغر منها. علم لا يعلمه إلا الله. أي علم هذا؟ وأي عالم هذا؟ وأي مبدع خلق الكون هذا؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل يسير في مساره وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.